إخوانا، السلام عليكم. شتي إن خير من عنده الشبكة تصب، سبحان الله. علاش؟ لأننا هنايا ما نتلعولوش على التغنجة التغنجة يا ربي تصب الشتاء، لا، لأن كنتي تقول غير المنافقين، المنافقين بحت تجمعوا عليا، تجمعوا عليا في الماكينة، تجمعوا عليا، قال لي واش انت يا مثلي؟ لا، قلت لهم انا هنا لا، ولكن كهيومن بين وكواحد حيوان ناطق خصني نتكلم على الظلم. إذا شفت الظلم هذا وتقولها عندنا في القرآن، ومن رأى المنكر فليغيره بيده بلسانه وبرجله وبهذا. نتي واحد داكشي ديالنا الباح، الواجب ديالنا نتكلموا على هذاك السيد اللي ما نقولش مثلي، اللي ما عرفوش واش مثلي ولا ماشي، واش بحالي ولا ماشي بحالي، مثلي بحال نتي كلبس الحوايج ديال النساء، وكاين شي ناس حمير حشاكم، اقولها واعيده وتحمل مسؤوليتها. شنو هو تاتايا دخلها دخل مانيش، فلهذا فيك انا الله يمقي العقل، فكروني بديت كلمه انا تيهجموا عليا، واحد يقول لي هذا وهذا واش ولات فيك هذا، ولا عندك الهضره ديال الدم ديال راس الزنقه، داك الشيء باقي لهم الهيه، وانا هنايا لانني خدمت عقلي هذه في هذه 53 عام 54 عام في افريل 53 عام هذه خدمت عقلي، قلت لا لا واش القضيه راسي في الدم، وجيت لهنايا وباقي واحد قال لي واحد اش درتي علاش ترجع؟ درت علاش ترجع؟ ما كاينش درت علاش ترجع هي الطياره، هو البصام تمشي تدخل اونلاين تقطع ورقه وتمشي بها لتركيا ولا المكسيكو ولا الامريكان ولا صافي. المغرب لا لا لا، المغرب خاص غروب الشمس، صافي اش غروب الشمس، داك الشيء علاش ديما مشمش وعباد الله كلهم مشمشه، لانه المغرب تشرق من المشرق. معليش جينا علاش نتكلموا هنايا؟ تنسمع انا غنتي، لانني انا ماشي لهيه. قالوا بان شي اذاعه ديال اذاعه شكون لا مو ديك هيت راديو هذيك هيت راديو، قال لك ذاك المنشط ديالها المغرب، قال لك دار قام بواحد العام تسمع عمل صحفي، الصحافه ماشي غير تبرقيق وتلحس الكابا، لا، الصحافه هذا في المواضيع الاجتماعيه، تدخل في الصلح ديال المواطنين، الى شي واحد بغيت عندها شي واحد تدخل وتصالح الموضوع هذا، وتخلي المحامين بلا هذا، يعني المحامين تيبغوا الصراع باش يضربوا الفلوس وما يخلصوش الضريبه، ولكن هذا بحال المذيع ديال هند راديو فهمتي، ها هو قال لك علاه ما قالوا، عرفتي احنا والو، احنا تجينا النميمه وترجعوها تبركيكا ونسيطروا عليكم، هادشي اللي كيما احنا شوف بقى شوف فيك الشو راح تقاومني تصدع عليك الريح، فهمتي هي لافقت فهمتي، ايوا رد بالك، سمحوا لي هذا واش تيات خوذا نشرب قهوه فهمتي، قال لي واحد يكون فيها شي حاجه لا حرام قدامكم انتم حرام. ايوا سيدي لكان هذا الخبر بصح، شنو هي الاخبار؟ الاخبار هي تبرقيق والنميمه وهذا، وقالوا شنو هي الاخبار؟ هذا هو الدور ديال الصحافي. لا انا ماشي صحافي، انا صحافي ويفي معليش. فلهذا شنو نقول لك؟ بغيت نشكروا هذاك الدري مومو، عند واحد الريستورون اسمه مومو هنايا، ريستورون ماروكان ديال واحد الجزائري من فرنسا، كاين ريستورون ماروكان زوينه وكاين اخرى ما سكتش معليش، عرفتي في جات في كانت الرويه الاير ماروك بكري، ديك الطياره اللي تعطيكم العدس ويحسبوا عليكم 1000 1500 دولار باش تمشي من هنا فين طنجة للدربي، معليش هكذا تما باراليل في اللور، الزنقه اللور اللي ورا اللي مقابلهم اللور، واحد الزنقه بريزن ستريت ماشي تما، كاين هذيك الريستورون زوين، عملنا لهم واحد الطلاق معليش، اسم موم ماشي ديك الاغنيه نيني يا موم وطيطي بعشانها، لا 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 ديك شكل اخر، دابا حنا كنا غنديرو حنا اغنيه جديده مومو يا ولد مو يا لي صالحتي بوفرطوطو مع طرس بولبا
وخليتي المحامي خاشي خيزو في المحامي خاشي المحامي خاشي خيزو هو ولي سميتو خيزو بلا ديك اللغه ديال ما عرفتش نقول لك فرنساوية ماشي معايا فلهذا هذا خبر زميلي هو دابا هذا ولي هذا طراس بولبا ولا هذا الصحابي ما بقاش نقول لي طراس بولبا فور نيكست 24 اورز ما نقول والو هذا الصحفي اللي بلجيكا وبلجيكا وفي السعوديه وفي سلا وفي الدار البيضاء وهنايا هو بغى يمشي للحاج هو بغى يولي وزير ما عليناش داك الشيء شغلو هذا كون كان يخدم عقلو كان يستغل الفرصه يعرض عليه اذا مع هذاك طوطو بوفورتاتو كان غادي لبروكسل كان يعرض عليه من يجي لبروكسل جاي سيدي جاي شنو هو هادشي درتي وهذا وهذا ويعمل واحد الكو اللي قسمها القناه ديالو وهذا لا هو الا شوازي باش طلع معاه الا شوازي عشان انت قلت حنا في المغرب تي مره مره تخشوا كلمه ديال باري فرونسي باش يمشي يتقادى معاه ايوا فهمتي لان اولا بحال هذا ماشي ايش يقولوا لي هذا اللي تعيش بلكسل تعيش بلكسل المغرب هنايا هو هنايا هو في قضيه وراها وفي هنايا معليش هو تيحس الكاب خلوش معليش مش تقنع فيه فهمتي ما استعملش ما استغلش الفرصه ديك الدجه ديال طوطو هو هي ونت جمب اونيت مع دوك الفنانه ولكن ما ننساش بان هذاك السيد طوطو بوفورتاتو عنده جماهير ديالو والجماهير ديالو هما المغاربه ديال الغدا منين انا نمشي عند محمد الخامس لا مش عند هذاك فين كاين محمد الخامس هادو هما الشباب هادو الشباب ديالنا غادي هما اللي غادي ما غادي يبقوش بحال هكا هما بحال طوطو غيتبدلوا بحال اللي كنتو تعقلوا تعقلوا على ايامات الهيبيز مراكش في السبعينات والستينات ايوا هادوك اللي هيبيز اللي كانوا في مراكش واللي كانوا في العالم كله وكانوا في انديا وكانوا في هذا وهذا كلهم دابا كلهم راه خدوا التقاعد ديالهم وكلهم كانوا عندهم مناصب وزاريه رؤساء دول فيلانتروبيست عندهم فلوس كلش غيتي اسمو غيتي روكيفيلا هادو ولادهم كانوا كل كلمة هذا اسمو هذا ديال ترودو هذيك مو حتى هي كانت تما مو هذيك مو ترودو كانت هي تما وهادو كلهم هادو كانوا هادو هيبي كانوا الناس يقولوا هادو مسخين بشعرهم طويل ما تيغسلوش وهذا وافكار ما بغاش يخليهم يعملوا واحد المهرجان في مراكش لان قال لي هادشي ما تيطابقش مع الديانه واش من الديانه واش في مراكش دابا كاين شي ديانه ولكن معليش حنا ما غنتكلموا غير دابا هذا تنقولوا لهاد الناس اللي تبي يحقروا الشباب ديالنا قولوا لكم باللغه العربيه الدارجه انا قلت لكم انا ما قريتش هي روحوا تقودوا خليوا الشباب يعيش الشباب ديالو ونصحوه غير من الجنب فهمتي دوروا بين هاد الجهه ومن هاد الجهه ان يو جايد ذم الى الطريق المستقيم راه كاينه في القران الطريق المستقيم اما باش تدخل الوسط وتعمل الجو الفوضى غادي يجعروا وتبقى لهم في الغماء هذا في العقل ديالهم نهار يكبروا غادي ينتقموا فلهذا هذا خليوا الدراهم بحال هذا اسمه ديال بن سعيد هيك بن سعيد اسمه الله ما عارف اسمك من بركه اسمه المهدي قول لي فين مشى ديك 8 مليار غير فسر لينا حنا ماشي سوقنا فسر لينا فين مشى الا الفنانه خادوها ما نقول لك والو ولكن الا ما خادوهاش الفنانه ولا خادوها صحابك ولا ديك السوري لا هادشي تيتسمى فهمتي فيدلي فهمتي مانياش لهذا هذاك بن سعيد معاه هو جون عنده عقليه ديال هذاك ديال بالي فرونسي فتح المجال للشباب والراب لان هادوك الوزراء الثقافه اللي كانوا عندنا هادوك هاد الحرام اقولها اعيدها واتحمل مسؤوليتها بدون مراكي انا بوحدي نتحملها كانوا تاخذين مالهم عندهم عقليه ديال حاشو ديال حبي ايوا واحد ماشي فوقش عقل اللي كيفاش قضيه فلهذا هذا لا ودابا هذا الوزير قام بواحد الشغل مزيان فلهذا نتمنوا هاد الصاقه ولا هذا تنتهي غدا ان شاء الله في المحاكم المغربيه النزيهه على ما قالوا يتناهوا ان شاء الله كل شيء يدي شيك هان ويعمل لك فوتوشوب وهذا يولي هذا وصافي وترجع المياه الى مجاريها وصافي وتحاجه موقعات صافي وهذا وتوتو دخل التاريخ ولا خوتها خد شويه ديال البروباغندا ولزق رابح هو هذا اسمه هذا مومو هذا نينيا مومو هيد ريديو
مالك تيبان لي عنده واحد شي واحد يقول لي الحاج، غير نقول لي الحاج، انا كيك بغي نمشي للحاج، الحاج الشاف العروبي قال لي شوف هذا خدام كاع النهار تيمس براشيتو وبيبيروني وهذا في الكشي ديالك ديال البيتزا، قال لك بغي يمشي للحاج. واش هادو بحال هادو تقول من المنافقين، النهار كله تيلعب مع الحلوف وهذا قال لك بغي يمشي للحاج. ايوا واش دير ريستوران ديك تسدى ترجع العودة بيتزا ترجع بغريرة، فهمتي فهمتي هذا النفاق. شتو عندك اسمو عندك هذا، حتى انا نتفرج في كل شيء، لان انا تنعش مسودن داكشي غادي من قهوه كحله بشرب، فهمتي كيفاش غادي، لان تنتفرج في القنوات فهمتي. يقول لك بغي يمشي الحاج، واش البساله هذه؟ ها الدريه اللي عنده 18 عام بغي يمشي الحاج، وهذا بغي يدير هذه وبغي يدير، ودار رجل هنايا ورجل هي، وعلى الاخر داك الرجل الاخر في كذا مرتو غاتمشي مع شي واحد، كما وقع اسمه كما وقع بالقزيز. ما داكشي ماشي سوقنا حنا، داكشي ماشي سوقنا. ها هو مرة من برشيد، ها هو من واحد العروبية، ها هو مرة في الدار البيضاء، ها هو مرة ايوا خلي من البسالة. إذا كنتي بيضاوي قول بيضاوي، ما كنتيش بيطافي قول بيطافي، مابقاش تطلقوني الدعاية. فلهذا ما نطولش عليكم، لأنني تابعني الطريق والشبكة تصب، ونمشي نخرج نتغدى. نخرج المرة نمشي نتغدى، جبت واحد القهوة ديال الناس الشراف، تعطينا الديسكونت في هذا النهار. تتوين وجهك منك شرف، وتعطيك واحد تقول لهم الباك بالي فرونسي ان ريميز ديك باش قاليه. وهو غادي نقول لكم بالسلامه، وتنشكر الناس اللي كتبوا لي الباح وبدا يفهموا. تكلموا ولكن دابا لا. شوف انا واحد قال لي غندير لي وندير، لا بغيت ضرب عندك الميتلي خرج معاه واحد بواحد، الا ربحتيه صافي، اما بجوع عليه عطاكم الدق وتحميتو عليه ماشي معقولة. وفين هي الرجولة؟ اش تي مقليش الرجولة، وليتو عيالات تتحاموا على 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 راجل لابس حوج العيالات، اش تي. فلهذا الله شوف، ماشي هذا لا حنتا تتكلم عليهم تراك ميت لي، وكل كل اللي بغيت مش سوق فيها، ولكن الظلم ما مقبولش، ما قابلينوش ماشي هذا. تيقرايكم تيعلمكم الكفر وتيعلمكم الشغب وتيعلمكم هادشي، ما تبقوش الجوامع فهمتي. هاك الجوامع ان شاء الله غادي نسدهم انا ان شاء الله، كثري في الدار البيضاء غادي نسدهم، غادي نرجعهم انديه ثقافيه فهمتي، فين جيت الثقاف فهمتو. ايوا صافي هادشي اللي كيما ممكن علاش نتكلم، اللي ما كاين والو. هادوك انتوما هادوك في المغرب يشفروا فيكم، وهادو تيشفروا فينا. هما لو مانيفيستو ديال 2019 هما غيتقلبوا عليه غدا، غيتقلب عليه ولد الحرام وزير الماليه، ومع هذا هندي، هذا واش دابا هنا علاش دير هنا احنا ولي يحكموا علينا الهنود، ماشي الهنود ديال امريكا، الهنود هنايا. هما دابا الوعود عطاونا، هما غيتقلبوا علينا غدا. كانوا عاطينا التقاعد تطلع كل عام العام اكوردين تو الانفليشن ولا الاو بي ار، واحد كيما واحد دوز هاندكس تيستعملوهم، هذا هو اللي الفوق تيستعملوه يطلع هو بحال هذا الاندكس، هذا ديال الانفلاسيون 10 بوينت شي حاجه بوينت، خصهم يطلعوا لنا البانسيو بحال هكا. دابا قال لا غادي يتراجعوا، لان الاغلبيه بحال عندكم نتوما ويديروا اللي عجبهم، ولكن يفون سوفير في الانتخابات. الانتخابات غادي هذا شحال عامين ضحوا معاهم، عامين ومن العامين هذا كانوا مبقاوش هادو الكونسيرفاتيف بحال هادشي ديال اخنوش دي. بعد حنا عطاونا الفلوس، عطاونا 66 بون الشهر ديال المحروقات، عطاونا 250 الواحد ديال السخونيه، عطاونا 350 بون لا 400 600 ديال المعاش عطاوها لينا. ايوا المغرب شطاهم، قال لهم غنعطيكم 1000 بون قبل ما نقسموها لكم على اربعه، نعطيكم 400 في العام. شتي على دوله هذه، شتي على دوله. ايوا على خير واحد باش نخربق. لا شوف اخويا، راني انا نهار جيت وانا صريح، انا ماشي بحال هذو المحافظين اللي عندنا هنا في الانجليز نبدلوا بحال اللي عندكم نتوما، لا ماشي بحال داك الشلح التقشيره، غادي دير وغادي دير وغادي دير وغادي دير وغادي دير على الاخر. لا 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 انا مقف
نمشي للصباغه المكياج. اما زعما حسن سمحوا لي غنمشي عندما نمشي لحسن غير دابا حنا جاني الاخبار قلت له ما نمشي نقول لكم واش وقع ماشي في العالم في التيماروكا ونمشي بحالي فعلي هذا صافي بيني واحد مفركس ودي انا ديم مفركس واش بغيت نبغي ندير جلابه ونمشي نلعب الدراما راح تقود السي هشام ما سمعش التليفون الباح لان كنت مخلي التليفون الفوق وتنتعشى وما سمعش التليفون اوكي غادي نعيط لك مدي راه انا مدي لقيت ميسكول مدي ايوا هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين اه ما كاين حتى شي حاجه مدي ايوا وشعارنا هو هذا اه شعارنا هو هذا ايوا هذا مع السلامه.